عندما يكون عنوانها الحسين عليه السلام تكون القصيدة قضية، شعار توسم به مهرجان القصيدة الحسيني بموسمه الثامن على التوالي برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والذي يقيمه البيت الثقافي في قضاء الهندية ومؤسسة الإبداع الفكري وبالتعاون مع الحكومة المحلية. لاستذكار فاجعة الطفل الأليمة يقام اليوم مهرجان القصيدة الحسينية الثامن برعاية العتبة الحسينية والعباسية المقدستين وتنظيم من البيت الثقافي ومؤسسة الإبداع الفكري والحكومة المحلية في قضاء طويلج. لاستذكار الحسين وفاجعة كربلاء الأليمة ولإدامة الأشعار الحسينية وبالتنسيق عالي وتنظيم مع هيئة مع وزارة الصحة وخلية الأزمة المركزية. قامت هكذا منتديات في محرم وفي أيام عاشوراء أيام الحسين هي المصاديق الشعر الحسينية، كما هو معروف أن الشعر هو يعتبر وسيلة إيصال إلى المجتمع بصورة عامة إن كان منهم مثقف أو البسيط. المهرجان الذي شارك به العديد من الشعراء صدحت حناجرهم بالدروس والعبر المستمدة من قضية الإمام الحسين عليه السلام التي خلدت جيلا بعد جيل، إضافة إلى إحياء القضية الحسينية الخالدة بفكرها ومضمونها والتي جسدت فيها أروع معاني التضحيات والفداء. هذا المهرجان هو مهرجان القصيدة الثامن والعتبة العباسية معنا في كل المهرجانات، وكان لها الحظوة الأولى والدعم اللامحدود التي تقدمه لنا من أجل إنجاح هذه الشعيرة. نحن غايتنا من إقامة هذا المهرجان أن نوصل رسالة الإمام الحسين وقضيته وتضحياته والدروس والعبر المستلهمة من تضحيات الإمام الحسين الذي وصل تضحياته. دعينا في هذا اليوم المبارك لحضور مهرجان شعري عن الثورة الحسينية وعن مصيبة كربلاء، وقد حضر الحفل هذا عدد كبير من الشعراء من مختلف المحافظات، وقد ترنم الشعراء وتغنوا بثورة الحسين ومواقفه المشرفة ورفضه للذل والمهانة. ولولا ثورة الحسين واستشهاد الحسين لما ثبت الدين. الشعراء تباروا فيما بينهم بلغة سلسة عذبة، لأن الشعر الصعب والشعر المعقد لا يخدم القضية التي يكتب من أجلها. على الشاعر أن يميل إلى أبسط الكلمات وأرقها لتصل إلى المثقف وإلى الأمي. تطبيق الشروط الوقائية بجائحة كورونا أحد الصور التي تعكس رسالة المهرجان، جاءت مكملة للمضمون العظيم الذي أنار طريق الحق، ليختتم بتوزيع الدروع والهدايا لكل من القائمين والشعراء تثمينا لما قدموه في ظل هذه الظروف.